ينص الدستور السويسري الفيدرالي على حق التعليم والتمدرس الإجباري حتى المستوى التاسع من التعليم الإعدادي حوالي سن 15 إلى 16 سنة. يتوزع التلاميذ بعدها بين تدريب المهن الذي يستغرق 4 سنوات أو متابعة المرحلة الثانوية أو الدراسة الجامعية. وأنه بالنسبة للدستور السويسري كيخول لي كونتون أنهم يغيروا في المنظومة التعليمية ديال سويسرا، وهذا القانون هذا الدستور السويسري هو من بين الركائز أو القواعد الأساسية في التعليم. أولا كيحث على إجبارية التعليم بالنسبة للأطفال في الابتدائي، وثانيا النقطة الثانية هي مجانية التعليم في المؤسسات العمومية. المرحلة الابتدائية هي مرحلة إلزامية ومجانية وتبدأ في السن السادسة، ويتم تمويلها من قبل الكانطونات والبلديات التي تتولى عملية تنظيم هذه المرحلة. عندنا الابتدائي وعندنا الثانوي وعندنا الماتورا، ومن بعد الماتورا كيكون الجامعة. الابتدائي كنمشيو من الابتدائي هي 6 سنوات، ومن بعد 3 سنوات في الثانوي، ومن بعد في المجموع هي 9 سنوات. أقل من ذلك لا، 9 سنوات كيكون يا إما كيمشي عن طريق التخصص أنه يدير واحد التدريب لمدة 3 سنوات أو 4 سنوات، وإما كيكون يدرس يمشي يدير الجيمنازيوم اللي كنسموه حنا الجيمنازيوم باش يمشي مباشرة للتعليم العالي اللي هو الجامعة. المرحلة الإعدادية هي مرحلة مجانية وإلزامية وتوجيهية تستمر ما بين 3 إلى 5 سنوات، ويتم فيها فرز الطلاب وفقا لأدائهم وتوصيات المعلمين بغية إعدادهم لمرحلة تكوين العلم أو المهني أو الاستمرار بالدراسة في المرحلة الثانوية. التعليم في سويسرا كما نعلم هو إلزامي ومجاني لكل الأطفال إناثا وذكورا، كما أن الدولة تولي أهمية كبيرة لتطوير العنصر البشري الذي هو رأس مالها، وكما نعلم بأن الدولة تقدم جميع الكتب واللوازم المدرسية للأطفال بالمجان، كما لا يخفى علينا بأن المنظومة الدراسية أو نظام التعليم في سويسرا هو من أجود ومن أحسن الأنظمة على الصعيد العالمي، والدولة تستثمر أموال طائلة في إصلاح وفي تطوير التنظيم النظام المدرسي، وكل هذا يرجع عليها بالتقدم، لأن كما نعلم أن سويسرا ليس لديها ثروات طبيعية ولا بترول ولا، ولكن تستثمر في العنصر البشري ولهذا يعود عليها بالنفع. المرحلة الثانوية هي غير إلزامية وتنقسم إلى قسمين هما المدرسة الثانوية، إذ يختار نحو 20 إلى 30% من الطلاب في سويسرا التوجه إليها، وفي حالة نجاحهم يحصلون على شهادة البكالوريا التي تؤهلهم للالتحاق بالجامعات والمعاهد التقنية الفيدرالية العالية. غير من نسبة للتعليم هنا في سويسرا، إلى جينا باش نشوفوا التعليم مزيان، النظام ديالو مزيان، ولكن عنده مشاكلات ديالو الداخلية اللي عندهم هنا في التعليم. اللي كنشوف انايا كاين مسائل ناقصة بالنسبة لهم هما، في الولادهم هما كيشوفوا باش يقدموهم للقدام، وبالنسبة للولاد ديال الجالية ككل نقولوا من العرب حتى اللي جوزلاب وإلى آخره، ما كيبغيوش باش يعطيوهم واحد المستوى جيد. القسم الثاني يتمثل في معاهد تكوين العلم والمهني، ويتوجه إليه غالبية الطلاب في سويسرا، ويقضون فيه ما بين 3 إلى 4 سنوات، يحصلون بعدها على شهادة البكالوريا الثانوية في الأقسام العلمية التي تؤهلهم لمتابعة دراستهم في المعاهد العليا المتخصصة. تحتل سويسرا مراكز متقدمة في التصنيفات الأوروبية والدولية حول جودة التعليم والدراسة بفضل الاستثمارات الهائلة التي تخصصها لقطاع التعليم ولتكوين العنصر البشري علميا ثقافيا وسلوكيا باعتباره الفاعل الرئيسي في المنظومة التعليمية، بدل تشييد المؤسسات ووضع المخططات التي لن تكون لها أي قيمة في ظل إقصاء وتهميش العنصر البشري كما هو الحال في العديد من البلدان السائرة في طريق النمو. غالي محمد رشاجدة، زوريخ.